بس اللي يبقى طلع عليه واحد من الاجر وصفار. تمام؟ طيب ازاي؟ يعني وانا حطيت الانجلوس بتاعتي 0 0 الاوبس هي شكلها عامل ازاي؟ واحد بس اللي هينور، واحد بس اللي هيطلع عليه واحد اللي هو مين؟ اللي هو الرقم المكتوب هنا. انا كاتب 0 0 يعني 0 يبقى ده هيطلع واحد والباقي هيطلع بصفار. هو الديكودر وظيفته كده هو بيطلع لك او في واحد بس اكتف وباقي كله مش اكتف. اوكي؟ نعم؟ ما احنا مقسمينهم دي 0 1 و 3. لو دخلت الكود في الانبوت 0 0 بيطلع لك ان 0 هو اللي طلع. اوكي؟ والباقي كله طلع. طب لو دخلت الكود 0 1 وانا الاي والبي هو ايه؟ حطيت 0 1 الرقم ده كام؟ واحد. لان الواحد بس اللي هينور في البيع هنا. اوكي؟ هو زي ما بيقول الانبوتس دي هي اللي سيلكت انهي اوتبوت هيطلع عليه واحد. دي بالنسبه لك سيلكت، انت عندك اربعه، عندك اربع احتمالات وانت عاوز تختاري الثالث. يبقى انا عاوز سيلكت الثالث، احط رقم هنا، احط واحد واحد. عاوز سيلكت الاولاني ناقص رقم 0 يبقى احط 0 0. الرقم اللي بحطه هنا الاوت الراسم بتاعه هو اللي ناقص. اوكي؟ تاني ناخد مثال تاني بلاش. لو حطيت في الاوت في الايكو واحد واحد. واحد واحد يعني كام فايل؟ ثلاثة. لما كاني بختار نمرة ثلاثة، أنا عاوز نمرة ثلاثة يشتغل والباقي كله بيصفار. يبقى نمرة ثلاثة بس اللي هيشتغل والباقي كله هي بيصفار. يبقى أنا الفاليوز اللي بختارها على الايكو دي كانها بتختار انهي اوت من اوت. اوكي؟ لان انت عندك اوبشنز كتيره في الاوت وانا عاوز واحد بس من اوت. عندي لغه ده في المتبرج، عاوز اللغه بتاعت مين دي بس من اوت. يبقى اكيد ليها رقم، شوف رقمها فين وشوف رقمها. اوكي؟ فده بنسميه الديكودر. اتفقنا؟ لو حبينا نرسم له ترو ستيتمنت بسرعه Thank you.
كده تجيبوا ده فوق ده انا ما كنت بقول لك هنا احنا مش
فده مش نعرف. وبعدين لما الجي بتساوي واحد لو الجي بتساوي صفر يكون كله مصفار. هنعمل ايه؟ كبرنا بقى مش كل حاجه عشان نعرف نستفيد من الموضوع ده. حاول دلوقتي كده نفهم. خلاص انا عرفت ده بيشتغل لو الجي بتساوي واحد، لو الجي بتساوي صفر هو مش كله يبقى مصفار. اعمل ايه؟ قبل ما نطلع الاوتبوت مره قبل ما نطلع الاوتبوت هعمل له ايه؟ تعالوا نستخدم الجدول بقى في دوائر اكبر.